الحرام وللتغلب على العاطفة يأمر رب العزة بأن يشهد إقامة حد الزنا جمهور من المسلمين مهذرا أن تهول العاطفة دون الوجودي في إقامة الحد. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وتتم التسوية في إقامة الهدوء بين العظيم والهقير والشريف والرقيق والأمير والسعلوم. وبذلك يستقيم المجتمع ويبلغ الذرة في إقامة العدل. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأجلس جلسة الاستماع فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الطائر حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اعمل ما شئت يا عبد المؤمن كما تدين تدان. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. استغفر الله يغفر لكم ويتوب إليه إنه هو التواب الرحيم.